بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حسين عادل يوسف أو كما قال إيد أو كشرح حسب السيدة أي هل كان إذا كسوت يدينا يا إريير ولا ليال ومدة صومالية كنا الأوصل يا هريرة هذا وحكى عد سنة يا إن هي عضيان أنا جو كشر اللهم بركة صدنات حسب السيدة سببت هذا يقول عضينا صارنا وحويان إذن كوا أيجي برنامج كحسبك أما برنامج كحسبك وصابن دقي يسوى برنامج كوفي عن حسبي هذا وخصيصا لنا عولي بيندت كأجنبي كا إنك أب مهم إنه قط هاي إنه آخرنا وحى إنك خصيصا أما وحى إنك خصيصا ما وحى إنك قصو نقوم دهنا قد بحنت إنه بحنت دهنا ويا وحويان قفل أو مرشحة أو تاجن دورشة وحقوق قصبيه هاي إنه ومارته وراعه برنامج كحسبي يسوليجي قفكو والله إيمان كرا إن دلال قارة لكن سه وحمهيمة حسبيه بركة واحد الله ولا لا أنا جو كشر حن حسبيه إسفيه أما سوسيالكا واحد الله حسبيه وجوه ناقص وحن كسر قبل قبلين يا أنا جو إن الله ستعملك أربعين ديس وشيء إنه وآد مهمي هاي إنه مانتا صومالي إكتو صومالي وين بحساقات كمانتا وحوين بينو سميني هرو مر بضم بينو كسميني عود كينو بحنيني لكن سوح مهيما مانطا إنو كلابرنو حسبي هذا مركا ولا ليال واحن دي كعود صنية إنا دي قدقدان حسبي جينا آنو قنا آن سود تاقو سيدي مارتي آن دي سومالي إن وحي كو مهيما أما كالنتا إيقسو آدن عن كقاطو ودمها سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.